المجموعة الملثمة هذه بسلاحها الظاهر ليست إرهابية، بل أنشئت لغرض مكافحة الإرهاب. في ظل الحرب القائمة وسياسة الحصار المشدد التي ينتجها الجيش الإسرائيلي تزامناً مع عدوانها على قطاع غزة، تشهد الأسواق في غزة ارتفاعاً جنونياً لأسعار البضائع بشكل عام، لا سيما الغذائية منها. انطلاقاً من هذا ومنعاً لأي تلاعب بالأسعار في مختلف أسواق رفح، ومن أجل مكافحة الاحتكار والظواهر السلبية الخارجة عن العادات والتقاليد، انطلقت لجنة الحماية الشعبية، وهي مجموعة شبابية في رفح لمساندة وزارة الداخلية والأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب قطاع غزة. أي حدا بيحتكر بغلي على الناس، احنا جايين عشانه، جايين بالحديد والنار عشانه، بيسرق بينها مشاكل حشيش، جايين عشانه لكل شيء. احنا جايين هنا لحماية الشعب. في سوق رفح المركزي انطلق أفراد المجموعة في دورية، وطالبوا التجار بخفض الأسعار وتوفير احتياجات السكان من السلع والبضائع المتوفرة وفق التسعير المقررة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني. ارجع ارجع ارجع. والأهالي رحبوا بالخطوة، لسيما من هم من اللاجئين من بينهم. انعدام الدخل انعكس على الحركة الشرائية والأمن الغذائي، والمواطنون يعانون من وطأة الحرب الثقيلة، وبالتالي فهم بغنى عن أي استغلال آخر.